يا اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هستكمل بيه سلسلة الترشيحات اللي كنت بدأتها قبل كده، والفيديو ده هو الفيديو الثالث من السلسلة دي. هسيب لكم لينكات الفيديوهين او الفيديوهين اللي فاتوا تحت في التعليقات. اما فيديو النهاردة او الفيديو الثالث فهو عن افضل موبايل في الفئة اللي هي بتاعت 3000 جنيه او تحت 3000 جنيه بشوية، يعني من 2500 لحد 3000 جنيه. وزي ما قلت في الفيديو اللي فات ان انا مش هتكلم عن موبايل بعينه واقول ده الافضل، لا طبعا، لان اهتمامات الناس مختلفة. يعني واحد عايز موبايل يكون اداء واقوى حاجة، غير واحد اهتماماته مثلا في الموبايل بتاعه كاميرات، فاحتياجات الناس مختلفة، واكيد الموبايلات اللي هتكون انسب للناس مختلفة. فانا هتكلم عن كل موبايل واقول ايه الانسب او انسب فئة لي، وفي اخر الفيديو هقول الموبايل اللي انا يعني شايفه الافضل بالنسبة لي او شايفه المتكامل كده اللي بيديني كل حاجة في الموبايل بدون ما تنازل عن اي حاجة. وطبعا الموبايلات اللي هتكلم عليها انا هتكلم عليها في صيغة كده مميزات وعيوبه بشكل مختصر عشان وقت الفيديو ما يطولش. لو انت بقى عايز تشوف له فيديو فارجع لاي فيديو قديم واتفرج عليه. فقبل ما نبدأ الفيديو بقى ما تنساش الاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. اما بقى لو ما عجبكش الفيديو فاعمل لايك برضو عادي. اول موبايل هتكلم عليه وهو للناس اللي اهم حاجة عندها ان شكل الموبايل يكون كويس كده وشبه الموبايلات الغالية، وكمان يكون مواكب للترند بتاع موبايلات السنة دي اللي هو بقى الشاشة الكاملة والكاميرا الامامية بتيجي في ثقب في الشاشة، كمان عايز كده ارقام عالية، يعني 6 جيجا رام، مساحة تخزين 128 جيجا، وده تقريبا ارخص موبايل، يعني ارخص موبايل بيجي بنسخة 6 جيجا رام، فدي برضو تعتبر ميزة في الموبايل. ومش دي بس مميزات الموبايل، هو فيه مميزات كتير، بس انا بقول الحاجة الواضحة في الموبايل او الحاجة اللي هتكون مناسبة للناس اللي عايزة تشتري الموبايل ده ان هو هيكون موبايل كويس قوي، يعني بسبب الحاجات اللي انا قلتها دي. الموبايل اللي انا قصدي عليه واللي هو الانفينكس نوت 7، الموبايل ده النسخة زي ما قلت 6128 ب 2900 جنيه تقريبا، يعني او 3000 جنيه في على حسب المحل اللي انت هتجيبه منه. الموبايل ده يعني فيه مميزات زي ما قلت ان هو تصميمه كويس جدا شبه الميت 30 برو كده شوية، وفي ظهره 4 كاميرات، لكن هو خامته من البلاستيك وده يعني يعتبر طبيعي شوية في الفئة دي. كمان الشاشة بتاعته شاشة كاملة بدون اي حواف، لكن برضو بدقة HD، يعني زي ما قلت هتتنازل عن حاجات كتير. بغض النظر بقى عن المميزات اللي انا قلت عليها دي، ان هو يعني اكتر حاجة الشركة مهتمية بيها واللي هو شكل الموبايل. كمان هنا في ميزة تانية ان هو بيجي ببطارية 5000 ملي امبير، ودي وده رقم كويس جدا. كمان بيجي بسماعة ستيريو، وده ارخص موبايل في الفئة دي بيجي بسماعات ستيريو. اما بقى العيوب بتاعته فيعني الشاشة زي ما قلت HD والخامات بلاستيك، وكمان بيجي بمنفذ الشحن اللي هو USB القديم. كمان هنا الكاميرات برضو ادائها مقبول، مش هي افضل حاجة في يعني هي الاضعف في الموبايلات اللي انا هتكلم عليها النهاردة. وكمان المعالج بتاعه هو معالج كويس ومقبول، لكن الموبايلات اللي في نفس فئته اقوى منه او المعالج اللي فيها اقوى من المعالج ده. فدي كانت المميزات والعيوب. فكده انت شوف بقى لو الموبايل ده تقدر تستحمل العيوب بتاعته والمميزات متفقة مع اهتماماتك، فاكيد الموبايل ده هيكون مناسب ليك. اما بقى لو ما عجبكش الفيديو ده ومش مناسب ليك، فقصدي لو ما عجبكش الموبايل ده وشايفه مش مناسب ليك، فخليك في الموبايل اللي بعده يمكن يكون مناسب ليك اكتر. الموبايل اللي انا هتكلم عليه وهو للناس اللي اهتماماتهم عكس اهتمامات الناس بتاعت الموبايل الاولاني، يعني او في لخبطه شويه، لان الموبايل ده هو بيديك امكانيات ومواصفات قويه جدا تكاد تكون، او يعني الموبايل ده ممكن يكون هو الافضل في الفئه السعريه بتاعته، لكن هو كتصميم او الشكل بتاعه تحسه كده قديم شوية، او يعني جاي من 2018، مش بقى مواكب الترند زي موبايل الانفينكس. لا ده موبايل زي ما قلت ان هو جاي من 2018، وهو موبايل اونر 9X لايت. الموبايل ده نازل السنة دي، لكن هو يعني هو فعليا تحسه اونر 8X بتاع 2018، هم معدلين عليه شوية ومغيرين شكله ورصة الكاميرات. طيب ليه انا بقول عليه يعني قديم؟ لان طبعا الموبايل بيجي باندرويد 8، حاجة قديمة جدا، وطبعا هتحدثه لحد اندرويد 10. كمان هنا الموبايل ما بيدعمش الشحن السريع اللي هو الشحن اللي بيجي معاه 10 واط، ومنفذ الشحن اللي هو USB. كمان شكل النوتش اللي هو بقى خلاص انقرض، اللي هو النوتش الكبير ده
اللي هو زي ما قلت ان هو بتاع 2018. كمان هنا في كاميرتين بس، كاميرتين خلفيتين، واحدة تصوير عادي وواحدة للبورتريه، مفيش بقى لا ماكرو ولا الترا وايد ولا حتى تيلي فوتو ولا اي حاجة، هو الكاميرتين دول بس. فدول يعني كانوا عيوب الموبايل او اللي خلونا اقول عن الموبايل ده قديم. اما مميزات الموبايل، اول ميزة وهو هنا ان الموبايل ده هو تقريبا افضل تصميم، يعني تصميمه كويس جدا، الخامات بتاعته من الازاز، وده تقريبا الموبايل الوحيد اللي في الفئة دي اللي انا، او الموبايل من الموبايلات اللي انا هتكلم عليها بيجي من الازاز، تصميمه كويس جدا، خاماته يعني مفيش افضل من كده، فدي اول ميزة. كمان الشاشة بتيجي بدقة فول اتش دي، ودي برضو حاجة يعني كويسة جدا، حواف الموبايل قليلة قوي، المعالج كيرن 710، هو معالج زهقنا منه من هواوي، لكن ان هو في الفئة دي فهو اداؤه كويس جدا. كمان الكاميرات، يعني انا قلت كاميرتين بس، لكن الكاميرا الاساسية بتطلع صور، يعني هي افضل صور شفتها تقريبا، يعني افضل صور شفتها او افضل موبايل بيطلع صور في الفئة دي. فموبايل بصراحة المميزات بتاعته قوية جدا، او مواصفاته قوية جدا، لكن هو العيب اللي فيه ان هو تحس موبايل قديم. لو الموبايلين اللي فاتوا دول مش عاجبينك، فخلينا بقى نيجي للموبايل اللي انا يعني من وجهة نظري شايفه الافضل، او الموبايل المتكامل في الفئة بتاعته، وهو الريدمي نوت 9. طيب قبل ما نتكلم عليه، في ناس دلوقتي ممكن تقول فين الريلم 6 اي، هو موبايل كويس، ليه محطوط في، ليه ما حطيتوش في الترشيحات؟ وانا فعلا شايف ان الموبايل ده كويس وممتاز جدا، لكن انا شايفه متقارب قوي، او هو نفس مواصفات الريدمي نوت 9، لكن انا شفت النوت 9 فيه حاجات كده افضل من الريلمي 6 اي، يعني في حاجات بسيطة افضل منه ومش محتاج اعمل مقارنة. فيعني انا قلت بدل ما اقول للموبايلين، فريدمي نوت 9 هو نفس المواصفات وكمان افضل شوية، فمفيش داعي نتكلم على الريلمي 6 اي. فالموبايل ده تقريبا النسخة ال 364 ب 2700 جنيه، اما النسخة ال 428 فده ب 3000 جنيه، وده تقريبا ارخص موبايل فيهم اللي هي النسخة ال 364، فده ارخص موبايل فيهم، ودي تعتبر اول ميزة فيه. المميزات بتاعته بقى، واللي هو اول حاجة التصميم بتاعه كويس جدا، هو السلسلة دي كلها شبه بعض، النوت 9 والنوت 9 اس والنوت 9 برو كلهم تصميمهم يعني كويس جدا بقى، وشكلهم شكل موبايلات بتاعت 2020، مش زي الموبايل اللي اتكلمنا عليه قبل كده. فاول حاجة فيه التصميم الكويس جدا، كمان الشاشة اللي هي بتيجي بدقة فول اتش دي كمان مع النوتش والحواف القليلة، فهنا الموبايل برضو كويس جدا من ناحية الشاشة. الكاميرات الخلفية بتقدم اداء ممتاز، زي مثلا الاونر 9 اكس لايت اللي فات، هما تقريبا اداءهم متقارب، ودول افضل موبايلين بيطلعوا صور في الفئة بتاعتهم. كمان هنا المعالج هيليو جي 85، وده الاقوى ما بينهم والاقوى في تشغيل الالعاب، يعني هنا هتقدر تلعب على الموبايل ده على هاي اتش دي، بابجي، كل الالعاب هتقدر تلعب عليها، لان المعالج ده مخصص للالعاب مع معالج رسوم 1052، فهتاخد تجربة كويسة جدا. اخيرا بقى البطارية الكبيرة ال 5000 ملي امبير اللي هتستحمل معاك لفترات طويلة جدا، حتى مع الاستخدام العادي او مع اللعب. فزي ما قلت ان هو موبايل مميزات فيه بتحقق اهتمامات الكل، من العاب وتصوير وشاشة وبطارية كبيرة، فهو يعني انا شايفه موبايل كويس جدا. خلينا بقى نتكلم على المميزات، او قصدي العيوب، ونشوف هل هتقدر تستحمل العيوب بتاعت الموبايل ده ولا لا. اول عيب هتكلم عليه وهو ان الموبايل ده بيجي من الخامات بتاعته بتيجي من البلاستيك، يعني موبايل ال 9 اكس لايت بتاع اونر كان بيجي من الازاز، حتى النوت 8 اللي قبل الموبايل ده من شاومي كان بيجي من الازاز، فطبعا يعني الخامات كان من الافضل طبعا انها تيجي من الازاز. كمان هنا الكاميرا الامامية، مش عارف يعني السلسلة دي كده من اول النوت 7 والنوت 8 والنوت 9، الكاميرا الامامية بتاعتهم ما بقتش هي الافضل في الفئة السعرية بتاعتهم، هي كاميرا كويسة لكن مش هتطلع لك افضل اداء. فدي كانت العيوب بتاعت الموبايل ده. فده انا شايفه ان الموبايل اللي هو المناسب او المتكامل، اللي بيحقق كل الاهتمامات مع عيوب قليلة، مش هتتنازل يعني عن حاجات كتير في الموبايل. فالتلات موبايلات دول كانوا كل حاجة في فيديو النهاردة، وما تنسوش بقى تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت، واشوفكوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.